تصريحات رئيس وزراء الحكومة الحالية عادل عبد المهدي، وفي كل مرة يطل بها من خلال مؤتمره الأسبوعي يعبر عن تفاؤله بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء. عبد المهدي هذه المرة يقول بشأن الكهرباء وواقعها في العراق إنها ستشهد تحسناً ملحوظاً. نشاهد جانباً من تصريحاته. كما كانت الجداول والخطة أن ننتهي من الصيانة في 31/5، في نهاية هذا الشهر ننتهي من الصيانة، تدخل المحطات معظمها، وهناك محطات أخرى جديدة تدخل. اليوم صوتنا على مشروع يوفر للبصرة 140 ميجاوات إضافية تدخل خلال أسابيع لم تكن في إطار الخطة السابقة. إذن هناك متابعة جيدة فيما يخص الكهرباء أيضا. كذلك الآن بعد ما دخلت كثير من محطات التوليد الكهربائي إلى الخدمة كما ذكرنا سابقا، معدل اليومي حقيقة يزداد بشكل أكثر بحدود 3000 ميجاوات عن العام الماضي مقارنة بنفس اليوم. اليوم يوم ثلاثاء، في نفس اليوم ثلاثاء في العام الماضي سنجد فرق في معدلات التحميل، سواء في تحميل أعلى شيء يصل ما يسمون معدلات الذروة أو تحميل الذروة أو معدلات الحمل الموجود خلال يوم كامل. فهناك تقدم مهم في مجال الكهرباء. الكهرباء من حيث الإنتاج هناك تقدم مهم، هناك تقدم مهم. الآن نحن نبلغ معدلات 16 أحيانا 17 ألف ميجاوات، وهذا التقدم بمعدل لا يقل عن 3000-4000 ميجاوات في نفس اليوم من العام الماضي. الآن نصدر جدول أكثر فأكثر سيعمم، يقارن يوم بيوم عن العام الماضي كم نسبة التقدم حسب المحافظات والمجموع الكلي. هناك تقدم مهم في حقيقة تجهيز الكهرباء.